ولدت في إيطاليا من عائلة إيطالية، لكن كان فيها بعض الجذور العربية، ونشأت في جو عربي. ومنذ ما كنت شابا يعني كنت تحت المظلة الفلسطينية، وكنت في الجامعة أظن في اتحاد طلبة الفلسطينيين في روما، ثم دخلنا الكنيسة الأنتميرية الآن، ودخلت ديرنا، أنا راهب دير المخلص في جنوب لبنان، ونحن من الكنيسة الملكية روم الملكيين الكاثوليكية، وهي كنيسة عربية الهوية والانتماء وباتركتنا في دمشق. بالتالي أنا منذ ما كنت شابا أنا عمليا يعني عشت يعني التزامي كراهب، وقبل ما أصبح لاحقا يعني قسيسا يعني في خدمة الشعب العربي، وبالأخص الشعب العربي الفلسطيني. فكمان دروسي اللوتية في لبنان في الجنوب، فعطيت الوطن العزيز للمرة الأولى في 79 قادمة من لبنان، ووصلت البيت سحور حيث بقيت 14 عاما حتى نهاية الانتفاضة الأولى. وبعد الانتفاضة الأولى يعني اضطررت أو كان من الأفضل أن أخرج من البلاد، واتجهت إلى الأردن وخدمت في الأردن أيضا مدة 5 سنوات. طبعا أغلب كل الناس، ولكن دائما كنت وما زلت عمل تحت المظلة الفلسطينية. طبعا يعني نشأنا في جو عربي عروبي، يعني أفاقنا هي عربية، ولكن دائما يعني كنا نخدم هذه القضية، قضيتنا الفلسطينية. بعد الخدمة في الأردن ذهبت إلى إيطاليا مؤقتا، بقيت هناك حوالي 12-13 سنة حتى طلب مني أن أعود إلى أرض فلسطين، وأتيت إلى رمالله، والآن في رمالله 11 سنة. الكنيسة الملكيين روم الملكيين الكاثوليك في هذه المدينة في رام الله. وحاليا أنا أيضا عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبالنسبة لي بكل بساطة يعني يستمر قداسي إلى أن يبدأ في الكنيسة، يعني في الميدان في الشارع مع الجميع. كذلك أعيش رسالتي المسيحية ورسالتي الوطنية. نحن جزء من الشعب العربي الفلسطيني، وجزء من أمة العرب أمة الإسلام. نحن ورث النصارى العرب، وبالتالي وجودنا هنا ليس نتيجة صدفة ولا شيء مؤقت، نحن جزء من الأمة. صرت كاهنا أو قسيسا في 1979 في دير المخلص في منطقة ما بين سيدة وشوف، وبسن نفسي بعد أن خدمت يعني مدة قصيرة في جنوب لبنان، طلب مني أن أنتقل إلى فلسطين، وذهبت إلى بيت سحور حيث كما قلت قضيت 14 عاما. فلماذا اخترت أن أكون قسيسا ورائبا؟ لست أنا من اختار، هنالك الدعوة من عند رب العالمين، بالتالي اخترت أن أكون كاهنا يعني قسيسا ورائبا في هذه الكنيسة. لكل دعوة الرسالة، ولكن أكيد حتما الدعوة تأتينا من الله. كنيستنا تعود كاتوكوس كروحانية إلى الكنيسة الأرثوذكسية ذات الروحانية البيزنطية، ولكن ننتمي إلى الأرثوذكسية العربية وليس الأرثوذكسية اليونانية أو الصقلبية الروسية. فبالتالي كان هنالك حركة ضمن هذه الكنيسة في أواخر 1600 وبداية 1700، يعني هناك هذه الكنيسة هي عربية الثقافة والهوية والانتماء والتغيير، يعني بالوقت نفسه حافظت على خاصتها ككنيسة شرقية، ولكن أيضا اصطلحت مع الكنيسة الغربية، بالتالي عاد الشراكة أو الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية. بالتالي نحن تسميتنا تدل على هذه المراحل الثلاثة أو الأجزاء الثلاثة التي تكون هويتنا.
نحن روم يعني كان الكنيسة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية في ذلك الزمان، بالتالي بيننا وبين الأرثوذكس الروحانية نفسها نفس اللاهوت وإلى آخره، لكن نحن ملكيون يعني ننتمي إلى العرب الذين كانوا على على هذه العقيدة. في قديم الزمان كان هنالك نسب عرب مقسمين ما بين الملكانيين أو الملكيين واللي عقبة واللي هم السريان والأقباط والكنيسة الشرق القديم ومن نصارى العاشورين وهنالك الموارد. نحن الملكانيون الكنيسة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية القديمة التي دخلت الإمبراطورية الجديدة في بلاد العرب هي الإمبراطورية العربية، فبالتالي أصبحت اللغة العربية هي لغتنا التقسية الأولى وأصبحنا جزء لا يتجزأ من هذه الأمة. هويتنا تضعنا بشراكة مع محيطنا العربي، بالتالي اللي هو أكثرية أبناء هذا المحيط من المسلمين، بالتالي لدينا علاقة وشريك الإسلام وشريكنا في كل شيء. بنفس الوقت ننتمي إلى العائلة الشرقية الأرثوذكسية الكبيرة كروحانية كلاهوت وإلى آخره، ولا بنفس الوقت نحن لا شراكة مع أو لا شريكة مع الكنيسة الغربية الكاثوليكية، وبالتالي هذا الشيء يجعلنا ليس كنيسة منطلقة لذاتها، نحن حركة فكرية أكثر منا طائفة أو الشعب الفلسطيني يعني شعبي. طبعا مفهوم الفلسطين ربما أوسع من مفهوم بعض الناس. أنا من إيطاليا ذهبت إلى مخيمات الشتات، هناك في لبنان ناس مثل أهلي ومن كانوا في تل زعتر في المخيم، بالتالي عشت الفلسطينية أيضا في محيط المخيمات اللجوء في الشتات، بالتالي هذا الهرم الفلسطيني يعني مهم فيها يعني باقي حفظت عليه. وبما أنني يعني رجل الدين وبالعربية يقال رجل الدين المسيحي أبونا يعني أبو الجميع، من واجب الأب أن يبقى مع أبنائه، وأنا أعتبر أبنائي كل أبناء هذا الشعب وليس فقط أبناء الطائفة الصغيرة. فمن خلال كنيستي أنا أضع نفسي في خدمة الجميع ولي رسالة في هذه البلاد. وأيضا مفهومي ومنفتح لأنه ليس الشعب الفلسطيني إلا جزء من الشعب العربي الكبير، وفلسطين جزء من أمة العرب. فانوس قال الرب لتلاميذه أنت نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة قائمة على جبل ولا يوجد سراج ويوضع تحت مكيال بل على المنارة فيضيء لكل ما في البيت. أنا بالنسبة وإن كان هو من حيث العقيدة هو مسيحي لكن هو عربي ومواطن، لن يشارك أبناء شعبي في كل شيء. ليس للمسيحية مفهوم أمة، بس أمة عقيدة، نحن جزء من أمة العرب، بالتالي يدافع حسب وجداني عن شعبه يلتزم. هنالك من يؤمن بالنضال السلمي لا بأس، هنالك من يؤمن بأن نحن أمامنا سورة المطران كبوجي حارس القدس والتزف القضية ليس فقط سلمية وكان جزء من هذه الأمة. لكن أكيد على المسيحي أن يكون مواطنا عربيا صالحا وفلسطينيا صالحا، لا عنده إلا المسيحيين كأقلية وكشيء مفصول للأمة. نحن كما قلت ورث النصارى العرب كان مكان الأصنف فصل الكنيسة اللي ننتمي لها. يسوع تعلن عليك مؤامرة تستهدف شعبنا أمتنا، تستهدف يعني سرخ العرب المسيحيين ومحيطنا العربي، مؤامرة خبيثة يريدوا الاستعمار والدول المحتلة. علينا أن نرد نصوت ضد هذه المؤامرة. هذا السبب أنا يعني تجدونني دائما في الميدان، وعندما أتكلم لا أتكلم باسم الكنيسة، اسم العشق الذي في قلبنا فلسطين، العشق للحرية إلى تحقيق أمان المجهولة.
أهلت إلى الدولة المستقلة ذات السيارة واسمها القدس وعودة من حرم من أرض الوطن إلى أرض الوطن. تخيل جزء من الأمة أمة العرب تعود فلسطين كما كانت. اليوم فلسطين لأسباب كثيرة فقدت قدسيتها أيضا، حتى القدس ما عادت القدس قدسها. هنالك نحن نعاني من الاحتلال في كيان غاشم و مختل هذه البلاد وناس غير مندمجين مع محيطنا، وبالتالي نحن مستعدون نتعايش أين ما معه، ولكن يعني لسه طالع حتى الآن طرفين لم نرى أي يعني إثبات حسنية، بالتالي نحن نداوم مكاننا وعمليا أصبحنا نعيش في دوامة من العنف. لكن أعتقد نحن نتوجه إلى مستقبل آخر، يعني مهما كان طويل هذا الليل العربي والفلسطيني، أعتقد اليوم نحن يعني بدأنا ننظر إلى الأمام ونرى بصيصا من النور أمامنا بشكل ملموس. نذهب من القدس إلى دمشق وإلى بيروت، ومن هناك نعود، ومن هنا إلى عمان، ويعود الشعب العربي كما كان. من يعيش بالمهجر عليه لا ينسى بأنه هو جزوره هنا، بالتالي ممكن أن يساعد أبناء شعبه هنا ماديا وروحيا، وهنالك يمكن يكون عليه أن يكونوا صوت الذين لا صوت لهم، يعني يكون هنالك تواصل. بشكل عام في أستراليا باقي العرب عربا، والفلسطينيون عفزوا على هويتهم العربية أكثر ربما من الولايات المتحدة، لكن يعني كما قلت يعني المهم يكون هناك تواصل حتى لا تكتمل عملية الهجرة، لأن نتمنى أن يبقى العربي في وطنه المسلم والمسيحي. يسوط علينا نرى المسيحيين يعني عددهم يتلاشى يوم بعد يوم. حلم الشعب المسيحي أن يهاجر، فبالتالي نحن نعيش وضع غير طبيعي شاذ، وربما حتى نحن يعني ككنائس نتحمل المسؤولية. ما زرعنا في أبناء شعبنا الأمل ولا الانتماء. هناك بصيص نور، وما يجري الآن حاليا بين روسيا وأوكرانيا جزء ما سيجري عندنا، يعني لا أعتقد المسألة قريبة. فالقواعد اللعبة السياسية اختلفت، تغيرت مع أمريكا القوية أحادية الحكم والإسرائيل البعبولة الأمور اختلفت، وأعتقد قريبا سيعود الجولان إلى سوريا. الحلم الفلسطيني أن تكون لدينا دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمة القدس، عودة من حرم من أرض الوطن إلى أرض الوطن. إن شاء الله سنحقق هذه إذا عفثنا لوحدتنا أو سعينا في سبيل توحيد الصف، أو بقينا صادقين أنفسنا وتعلمنا كيف نضحي بأنفسنا في سبيل ما نحن نسبه إليه، لأننا لا نستطيع أن نعبد كما يقول المسيح ربي، لا نستطيع أن نعبد ربي الله والشيطان، الله والمال، ونحن لسوء الطلاء أصبحنا في وقت ما يحكمنا ليس الدين ولا السياسة ولا رأس المال. هنالك الدولة العميقة بين قوسين، وأعتقد من يسمع ما أقول وأنا يفهمني من أبنائنا الذين يعيشون في المهجر وحتى في أستراليا، الكل يدرك ما هي الدولة العميقة من غير حدود. لو وجه كلمتي فقط للمسيحيين للعرب أجمعين، لأنه نحن جزء من العرب، وبالتالي العرب هم مسلمون ومسيحيون طوائف، ولكن كلنا كنا ما زلنا وسنبقى أسرة واحدة كبيرة الأطراف.
لا تستثمر الياس. نحن اصحاب قديم واصحاب ايضا يعني حضاره جميله، وان شاء الله معا وسويه سنحقق امن المنشوره. واختم بهذه الكلمات، اصلا كلمات الشيخ فيروز التي غنت للقدس: القدس لنا والبيت لنا، بأيدينا سنعيد البهاء للقدس، وبأيدينا للقدس سلام. وإن شاء الله قريبا من جديد سنرى العلم الفلسطيني يرافق فوق معاد القدس، كنائس القدس، كما رأيناه يعني حين جنازة الشهيدة شيرين أبو عقل، استعادت القدس ربتها، ورأينا أخيرا هذا العام يرافق فوق أسوار القدس وكنائس القدس ومسجد القدس، كما قال أبو عمار: ارتفع العلم لكي لا ينزل ثانيا، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.